Halten Sie die Stellung. مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله يكون بخير. رجعنا بمقطع الجيش العربي والاحتلال الالماني، زين حفتر وياهم، واذا تشوفون هم بنادق واحنا سيوف سيوف ودروع. شوفوا الصاير بالجندي العربي، خطيه، الدماء تزيف وتحفتر، لكن هو محفتر ومسبتر. يعني راح يعني والله العظيم مو عدل. الأسلحة بدائية لكن الروح روح دبابة. شوفوا شوفوا شوفوا، خلوا لي بالكم يمي شوية. للأسف خسارة فادحة للجيش العربي، لكن يموتون بشرف، والجيش الألماني يسحب إلى الحوفت وير والسوفت وير. لكن مع الأسف شوفوا شلون النتيجة، هي فوز الجيش الألماني على الجيش العربي. يعني للاسف يعني تفضل، يعني ما ادري ايش اقول لك، ما ادري ايش اقول لكم، لكن هيهات للحوفت وير والسوفت وير. نحن لا نتحفتر ولا نتسختر، فنهجم مره ثانيه شباب، وقولوا يا الله ونروح. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا يا ابو كاظم. يلا يا شباب، علي عمار منور، ابو تشوش، اهلين بالقردي، لا هلا ولا مرحبا. يلا بسم الله، وحشدنا الحوفت وير، وهذول هم قبالنا الجيش الالماني، وحشدنا الجيش العربي الاصيل مثل ما تشوفون، بكامل الاطقم وبكامل الاسلحه وكامل الدروع وكله ليفل 3. يلا بسم الله توكلوا جلوري، روحوا للنصر. يلا اركضوا وياهم، اني وياهم بالحوفت وير. روح، بدأت الطلقات من الجيش الألماني تستنزف جيشنا العربي، لكن هيهات مثل ما تشوفون تتوقع عندنا شهداء، لكن يتقدمون، لكن عندنا خمس شهداء لحد الآن بالهجوم المباغت من الجيش العربي. مثل ما تشوفون ده يهجم من كل الجهات، ميمنة ميسرة والوسط، وعندنا للأسف من شهداء ومتقدمين يا شباب، ومتقدمين. وهذول هم شو 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 شو، اريد اشوفكم شلون راح يصير الاشتباك، شلون يصير الاشتباك يا ولد. شوف لك، عاش طياره، والله طياره جاي لحافظ لك. لك يا ابو كاظم، طشرهم دمروهم، وكم الجيش العربي ياخذ فلانك. باعوا الفلانك المنا. نعم يا ساده، الجنود الالمانيه قاعد تطير. نعم نريد حوفت وير، سوفت وير يا ولد. شوف الجيش الالماني يودع الساحات، لكن شوف اكو 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 حوفت وير وسوفت وير. باع خسرناهم، ميمنه وميسره، باع دنا اشتاء. الجيش العربي يسويها بحر من الدماء. نعم يا ساده، نعم شوف هذا عاقب البحر من دوي. واو هلا
لا داعي مين الفوز. شوف الارواح شلون تطاير باع باع باع. نلعب بيهم هوكي توكي. يلا يلا مباقي بس هذول اللي يقومون. يلا طالع سدوا عليهم سدوا عليهم كل الجهات. الميمنه من الميسر ومن الوسط ويا الله ونرفع رايه الاسلام وان شاء الله دائما مرفوعه يا ابو كاظم. عندنا ضحايا بالضبط 512 شهيد لكن باذن باذن يا ابو كاظم. عاش العرب حبيبي يا حسام. نطلع يا ولد نطلع ونشوف شنو الجيش مالتنا متقدم. خلصنا من الجيش الالماني نروح على الجيش يا جيش راح نروح. هنا تكمن الحوف توير الجيش الجيش الامريكي. الجيش الامريكي معروفين بشراستهم وحوف تويرياتهم لكن هيهات نحن لا نهاب الموت. يلا الجيش الامريكي يتقدم علينا. اي والله يا مجيد دمنا احنا حار. هاي الجيش العربي الاشوس الاشاوس شوفوهم 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 يتحضر للجيش الامريكي. باعوا 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 الهضاب ماخذينها كلها ماخذين المساحات كلها. ميمنة ميسرة يعني لهذا قائد الفيلق ابو كاظم انا مسميه. فشي مو طبيعي. وهناك الجيش الامريكي خلينا نروح نشوف الجيش الامريكي شنو مستعد لنا. اجيب اي والله حسام جيب مو تعال شوف الجيش الامريكي شنو بيدهم لكم شدقان. الجيش الامريكي حلو يستعدوننا يا ولد لكن هيهات هيهات الشدقان بدا مو بعيد يعني لكن نشوف شوف 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 والله الجيش الامريكي هم هو يا ولد. الجيش الامريكي جاينا جاينا هذا وماخذين هاي جراوند علينا يا ولد. يلا نروح الجيش نحمسهم نحفترهم نعطيهم السكينة نعطيهم التشجيع ونتوكل يا ولد. يلا يلا جيشنا الاشاوس اريدكم اليوم تسوونهم طحين بحر من الدماء. فهمت هذا ابو كاظم قائد الفيلق الحوف تويري. وهنا الكتيبة الاولى الكتيبة الثانية احنا خمس كتائب عندنا. يلا بسم الله وقولوا يا الله يا شباب اتوكلوا. وطبعا هم ما راح يرمون الجيش جبناء ما يقدرون يرمون اجوا اجوا شو يرقبوننا لكن هو المدى مالتهم قليل المدى الشاتجان. شوف يتقدمون وتتقرب تتقرب الحوف توير. خلينا نشوف يمتى راح يبدون يرمون عليه. بدوا لكن هم زين ليه هسه ماكو عندنا. شوف 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 مطر من المطر مطر مطر من الرمي. عندنا 7 10 ضحايا 15 ضحايا 20 يا ابو كاظم. شوف شوف جماعتنا كلهم دماء لكن يتقدمون يتقدمون يا ابو كاظم. حلو لا 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 حلو مكتوب من عندنا 500 وهم مكتوب من عندهم 400 700 و 400 لكم باعوا باعوا باعوا. نعم يا ساده يا فاضل شوفوا شوفوا الروح العربيه. لاحظوا لاحظوا خليوا بالكم يمي شويه ما نهاب لا البنادق لا الشدقانات. الميمنه بالميسره كان صف بيهم ال 2000 من عندنا هم 2700. نعم يا ساده صارت بركه من الدماء اللي نسويها طحين عليهم. يا ابو كاظم يا ابو كاظم ابو كاظم يعطي التعليمات وبنصهم باع باع. نعم يا ساده نعم يا فاضل ما بقى بيهم شيء الجيش الامريكي. نعم نعم شوف الجيش العربي الجيش العربي الاشاوس يتقدمون ويتحلفون بالبهجيه. لكم عود الكل يكتب عاش شباب الكل يكتب عاش. من اجي تشلحه لا هلا ولا مرحبا بتشلوه باذن يا شباب. عاش الجيش العربي باع 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 الدماء اللي سويناها بيهم. وشوف ايش قد عندنا ضحايا. عندنا 4600 واحد من عندنا وهم من عندهم 50000 50000 جندي. هذولي 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 الشهداء مالتنا سويناها عليهم طحين يا ولد. ونتقدم بالفوز يا شباب بالجيش العربي الاصيل. هولا ويلكم ويلكم فيفيان حسام فتوح. اهلا وسهلا يا حسام. حسام مو قلت اجيب الرجاله واجيك شو طلعت بس حكي. نشوف ال جيش امريكي ثاني جيش امريكي ثاني يا ساده يا كرام لكن بعتات ثاني. نعم نعم بعتات ثاني راح تشوفون.
ارشد تموت على التشريب مبين. الجيش مالتنا مثل ما تشوفون يعد العده ويتو حفتر ويتو سفتر. ابو كاظم دا يعطيهم التعليمات نروح نشوف الجيش الجديد اللي هم ضدنا. انزين خلينا نشوف شنو الهاي. شوفوا المساحه ماخذينها من هاي جراوند جبناء. شنو هاي اسلحتهم؟ اسلحتهم باعوا 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 اسلحتهم كلها اي كي. الله يستر الله يستر جيشنا والله يخوف. هذا الجيش الامريكي همينا شباب، بس العتاد مالتهم يختلف 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 يا ابو كاظم. يلا خلينا نشوف. بس هذول راح يرمون علينا من هسه، باعوا احنا هذاك جيشنا راح يرمون علينا من هسه يا ولد. قولوا الله بسم الله. قدموا خلينا نشوف كاميرتهم، خلينا نشوف يمتى راح يصير الرمي مالتهم. بسم الله بسم الله. بلشوا. نعم هنا تكمن الرمي. ضاعوا 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 ضاعوا. الرمي اشتغل. عندنا 5 شهداء لحد الان. يلا الجيش يتقدم. 16 20 شهيد عندنا من الجيش مالتنا. تقدموا يا شاوس لكم، تقدموا يا ابو كاظم لكم. ضاعوا ضاعوا ضاعوا. لا يهابون الدم يتطابر ولا يهابون يتقدمون. ماكو انسحاب ماكو انسحاب يا ولد. نعم نعم انه الجيش العربي يا ساده. اللي ما يعرف يجي يتفرج، يجي يتفرج على الحوفتوير والسوفتوير. 1000 جندي عندنا وبعدنا ما وصلنا. 1000 جندي عندنا ميت. حلو حلو. شمروهم. ضاعوا ضاعوا ضاعوا. جثثهم تتشمر. نعم يا ساده عندنا 3000 شهيد لحد الان وهم عندهم 40. الوضع ما يطمئن يا ولد، الوضع ما يطمئن. ان شاء الله ان شاء الله بس خليهم. نعم لكم الميمنه والميسره يحاولون يسدون الفراغات. لا 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 الوضع ما يطمن. 6000 شهيد من عندنا ب 200 من عندهم. ان شاء الله نقدر نقدر على النهايه. العبره بالخواتيم. 300 من عندهم 7000 من عندنا. يا يا با. لا 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 يا سادة يا كيام. الوضع ليس بالطمئن للأسف للأسف يا سادة. الجيش الأمريكي يطيح بالجيش العربي مع الأسف.